للنقاش أكثر حول آخر المستجدات في حلب ينضم إلينا الدكتور حسن نيفي من غازي عنتاب عبر الهاتف. دكتور حسن، أرحب بك من جديد. مشروع قرار فرنسي، ولكن أعقب هذا القرار بتصريح من فرانسوا أولاند بأن روسيا لن تتمكن من أن ترفع الفيتو عليه. أيضا فيتالي تشوركين ينتقد طلب فرنسا بدخول مراقبين أمميين إلى حلب دوامة ربما أدخل بها الملف السوري وملف حلب خصوصا. نعم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. بداية نقول أعان الله أهلنا في مدينة حلب. الحقيقة ما يجري الآن يجسد أن السوريين يواجهون عدة احتلالات، الاحتلال الروسي أم الاحتلال الإيراني أم احتلال الميليشيات المرتزقة التي توافدت على الأرض السورية من كل حدب وصوب. صراحة إن الحراك الدبلوماسي والسياسي منذ بداية هذا الشهر لم يستطع أن يمنع آلة القتل الأسدية الروسية عن رقاب أهلنا ودماء أهلنا في حلب. فها هم اليوم، إن الروس يوافقون على الاتفاق يأتي الإيرانيون ويعرقلون هذا الاتفاق. العالم يشهد الآن جريمة ليس بعدها جريمة الحقيقة في مدينة حلب. لا أعتقد أن مجلس الأمن حتى ولو عقد جلسته وأتى بالمشروع الفرنسي، لا أعتقد أنه يمكن أن يوقف المأساة. نحن بحاجة إلى روادع عملية تكبح آلة القتل الروسية والإيرانية عن أهلنا في حلب وتتيح المجال لخروج الجرحى والمعتقلين. الآن ما زال الآلاف من الجرحى في مدينة حلب لم يتح لهم الخروج في هذا البرد القارس. إن لم يتم إخراجهم فسوف يموتون هؤلاء. ما يجري الآن هو حقيقة ها هي مهزلة بحق المجتمع الدولي، بحق ضمير الإنسانية. واقع الحال الآن، تصور قاسم سليماني اليوم يمشي أمام قلعة حلب على مرأى من المسلمين، على مرأى من العرب. ما يجري بحق السوريين من إذلال ومن إهانة هو حقيقة ليس بحق السوريين فقط، وإنما بحق العرب جميعا، بحق المسلمين، بحق الإنسانية. نعم. دكتور حسن، اليوم دونالد ترامب صرح بأن إدارته ستخصص نظرة يعني للملف السوري. قال إن بلاده ستسمح بإقامة منطقة آمنة في الشمال السوري. هل يمكن القول بأن الخطابات واضحة المعالم، يعني تهجير السكان إلى الشمال السوري ومن ثم إقامة منطقة آمنة، هل يعقل أن يصح؟ هذه أولا مجرد تصريحات، ولكن السوريين الآن للأسف أصبحوا يرضون دون حقوقهم بكثير. كان المفروض من السيد ترامب أولا يعني تهجير السكان، أصلا تهجير السكان من أماكنهم من منازلهم هذا بحد ذاته جريمة بحق الإنسانية. فإذا هو يعترف أن هناك سلطة غاشمة تقوم بتهجير السكان من منازلهم. هو بدل أن يقول لماذا يتم تهجير السكان، لماذا لا يضع حدا لآلة القتل الأسدية، لماذا لا يقول إن بشار الأسد مجرم بحق شعبه ويقتلهم ويجبرهم على 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 الرحيل. أما أن يقول سأقيم أما أن يقول سأقيم مناطق آمنة وأبقي لمجال لبشار الأسد المجال لممارسة المزيد من القتل بحقكم، حقيقة هذه يعني وإن رآها البعض أن هذا القول يمكن أن يبشر بشيء من الإيجابية، فهو في الحقيقة ليس كذلك على الإطلاق. نعم، أخيرا أود السؤال بالنسبة لوضع المعارضة اليوم، ما بعد يعني ما بعد أزمة حلب إن صح التعبير أو حصار حلب وتهجير أهاليها، لاحظنا استقالة عدة أعضاء من الائتلاف، خطيب بدلة، نغم الغادري. نعم. أيضا استقال قبل يومين سمير نشار. هل يمكن أن تنبثق ربما مؤسسة جديدة تكون شاملة أكثر للسوريين؟ هذه الاستقالات يا سيدي جاءت متأخرة جدا. الائتلاف، المعارضة الرسمية وخاصة الائتلاف، يتحمل مسؤولية كبيرة
فيما يجري الآن، وهذه الهزيمة هي ليست هزيمة عسكرية فقط، وإنما هي هزيمة سياسية ليست للثورة وإنما لمؤسسة الائتلاف. القائمون على الائتلاف عندما وصلوا إلى هذه النتيجة الآن بدأوا يقدمون استقالاتهم. هم كان عليهم منذ العام 2013 عندما كان الائتلاف هو مجرد رهائن للقرارات الإقليمية والدولية، عندما رأوا أنفسهم أنهم لا يملكون زمام المبادرة الوطنية كان عليهم أن يستقيلوا. أما الآن فهم يتحملون المسؤولية كاملة، سواء استقالوا أم لم يستقيلوا فالائتلاف لم يعد له أي مفعول. المعارضة السياسية هي ليس لها أي مفعول، لأن ما تريده روسيا هو الالتفاف على كل القرارات الدولية. اليوم بوتين يصرح علنا بأنه يريد أن يقيم مع المعارضة المعتدلة اتفاقا تسوية في سوريا بعيدا عن مقررات جنيف، بعيدا عن القرار الدولي 2254. إذن المعارضة لا وزن لها، سواء بقوا أو لم يبقوا فهم مسؤولين وعليهم أن يقدموا أنفسهم أمام الشعب السوري. شكرا جزيلا لك الدكتور حسن نيفي، الكاتب والمحلل السياسي.